نجوى فؤاد، سيمو أسمر، نادر عساف، زازة حسن، أميليا زيدان. لجنة حكم مهمتها صعبة، مين من الصبايا رح تقنعهم بأدائة أسلوبة وشخصيتها؟ خير بالزفة والزغاريد، برحب فيكم مشاهدينا. مثل ما شفتوا الليلة الأفراح مزينة حلقتنا، والصبايا باللون الأبيض بيدعوكم تحتفلوا معهم بهالعرس الفني مع الجمهور الحاضر معنا، الفرقة الموسيقية المباشرة وأعضاء لجنة الحكم اللي عم بفتشوا عن صبية تحمل لقب أفضل راقصة شرقية. أول شيء بدي رحب بالسيدة نجوى فؤاد، أهلا وسهلا فيك. المخرج الأستاذ سيمو أسمر، الأستاذ الأكاديمية نادرة عصف، الأستاذ ومصمم الرقص زازة حسن، الراقصة والمدربة أميليا زيدان. الرقص بالأفراح تقليد قديم عند كل الشعوب وبمجتمعاتنا العربية، وسيلة منعبر فيها عن فرح المشاركة. بهالمناسبة السعيدة افتتحنا هزي أنا واعم، ومنكملها مع لوحات راقصة جديدة لعشر مشتركات تأهلوا معنا لهالمرحلة بعد ما غادرتنا بالحلقة الأولى سهام من المغرب، وبالحلقة الثانية ستيفاني من لبنان.
قبل ما تبدأ المنافسة نستقبل ضيفي جاي تشاركنا فرحتنا. الإيقاع بأعمال الغنائية بيلعب دور كتير أساسي على المسرح وبالفيديو كليب، بيلفتنا أداء بالرقص بقدر ما بيلفتنا أداء بالغناء. بزقفة قوية منرحب بالفنانة الإيقاعية نجمة الشباب مريم فارس. صار وقت نبدأ هالمسابقة الفنية
يلي بنهايتها صبية واحدة منها الصبايا اللي اجوا من مختلف أنحاء العالم رح تحظى بلقب أفضل راقصة بWorld Belly Dance Championship وبجائزة نقدية قيمتها $50,000 وأكيد أكيد فرصة ذهبية نحو النجومية. وبذكركم أنه الصبية اللي ما رح تقدر تقنع اللجنة بأدائها واللي رح تحصل على أقل مجموعة من النقاط رح تغادرنا الليلة. بنتوقف هلأ مع أول ريبورتاج بفرجينا كيف كانوا تحضيرات ليلى خلال هالأسبوع. I hope it's all things will be okay because we work with very professional group and I wish all girls good luck. ليلى من أوكرانيا. حسيت حالي حضرت كاريوكي رأس شعبي. يعني أنا لو طلبوا مني إن أنا أقلد مايكل جاكسون هقلد مايكل جاكسون بس مش هرقص زي مايكل جاكسون لأني أنا شرق وهو غرب. I didn't understand this song and I was in big shock. I have a lot of problem. ليلى لازم تعرب الجمل بتاعتها. I think I change and I will be better. Hello, now I'm training for the next prime with Amelia. No, no smile, please. I'm Ukrainian and didn't understand so much what about my song. But yesterday Zaza translate me and today Amelia show me what I should do in with my emotion in my dance. You listen the music? She's crying with your music. I'm la block. لأنه ما بتفهم كثير منيح. This time I more understand my song.